أيام تفصلنا عن نهاية عام مليء بالأزمات السياسية والعسكرية داخل أروقة الكرملين والبيت الأبيض، ولكن العام المقبل يحمل اختباراً هاماً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. 2024 عام الانتخابات الرئاسية، ففي واشنطن يصارع بايدن للخروج من أزماته، فحرب أوكرانيا وفشل كييف في هجومها المضاد رغم الدعم العسكري السخي وضع الإدارة الأمريكية بالكامل في موقف محرج دولياً. فبلغة الأرقام نجحت موسكو في استنزاف أمريكا اقتصادياً، وهذا ما اتضح من قرارات بايدن بالسحب من المخزون الاستراتيجي للنفط الأمريكي لمحاولة كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. مع استمرار روسيا ومنظمة أوبك في خفض الإنتاج، لم يكن الاقتصاد أزمة بايدن الوحيدة في الداخل الأمريكي، بل محاكمة نجله هانتر أيضاً خصمت من رصيده في استطلاعات الرأي الأخيرة. أما على المستوى الخارجي وبجانب الحرب الأوكرانية، جاءت غزة وحصارها وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لتزيد من جراح بايدن وإدارته التي تواجه اتهامات بالازدواجية ودعم حكومة نتنياهو رغم حرب الإبادة التي يمارسها في غزة. فما بين الاقتصاد والسياسة يدخل بايدن اختباره في نوفمبر المقبل، فهل سينجح في الاستمرار لفترة ثانية بالبيت الأبيض؟ الإجابة جاءت منذ أيام ولكن من موسكو على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شكك في قدرة بايدن في العبور لولاية ثانية، وذلك بعد أن تقدم بوتين بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الروسية في مارس المقبل. ففي موسكو يعد بوتين المرشح الوحيد في الاختبار الرئاسي المقبل، معتمداً على تحركاته العسكرية التي يصفها الداخل بالانتصار في حماية حدود روسيا البيضاء واستعادة نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقاً. كما نجح بوتين على مدار الفترة الماضية في توسيع شبكة حلفاء روسيا سواء في إفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، والتي يصفها محللون بالخسارة الكبيرة لنفوذ واشنطن لحساب موسكو. فهل سيشهد العام المقبل تشكيلاً جديداً للنظام الدولي؟